سأخبركم بقليل عن نفسي. اسمي سهارتو، ولدت في كاموسوك كلاتن، جاوي الوسطى في عام 1921. بدأت رحلة حياتي بدخول العالم العسكري، وناضلت في فترة احتلال اليابان. بعد الاستقلال واصلت الخدمة في الجيش الوطني الإندونيسي، والحمد لله أعطيت الثقة لقيادة هذه الأمة في مواجهة التحديات العديدة. أؤمن أن هذه الأمة تحتاج إلى الاستقرار والتنمية، لذلك طبقت سياسة النظام الجديد التي تركز على النمو الاقتصادي ورفاهية الشعب. بنينا البنية التحتية وزدنا إنتاج الغذاء وفتحنا مجالات العمل، والحمد لله نجحت إندونيسيا في الخروج من فترة صعبة وأصبحت دولة نامية. بالتأكيد في هذه الرحلة الطويلة لم نخل من النقص والخطأ. هناك من يقول إنني كنت مستبداً، وهناك من يتهمني بالفساد، ومع ذلك سعيت إلى أداء واجبي على أفضل وجه ممكن من أجل مصلحة الأمة. أدرك أن فترة حكمي شهدت أيضاً أحداثاً مؤلمة، مثل اختطاف وقتل النشطاء. أقدم اعتذاري عن جميع الأخطاء والنقص التي حدثت خلال فترة النظام الجديد. أتمنى أن تستمر أمة إندونيسيا في التقدم والازدهار. أتمنى أن يكون ما فعلته قد أفاد الأجيال القادمة، وأؤمن أن التاريخ سيسجل ما حدث فعلاً، سواء كان جيداً أو سيئاً. هذه هي قصة حياتي، سهارتو.